الناس اللي كيكونوا مشهيين الكسكسو بزاف وما كيقدروش انهم ياكلوا لانهم عندهم حساسيه الغلوتين او اللي عندهم القولون العصبي او اللي عندهم المصران كينفخ ليهم المصران ديالهم الكسكسو. بهذه الطريقه هذه اللي غنشارك معاكم غادي يجي المريقه ديالته خاضره وبلا كسكسو ما شاء الله غير بالروز، ولكن كيجي بنين وكيجي جدا رائع، والروز كيجي فيه المذاق ديال الكسكسو. يعني نتوما كتاكلوا في الروز وكيجيب لكم الله انكم كتاكلوا في الكسكسو. كنشم واحد القهوه كنقول صافي الفجر قرب، الوالده فاقت وكنفيق سبحان الله. الجداد اللي ما شافوش الفيديو ديال القهوه معطره راه شاركها معكم في القناه. وعلى بركه الله غنبداو هنا نوجدوا الكسكسو ديالنا، الكسكسو بالروز. هنا عندي زلافه ديال الروز ديال بسماتي، هو كيجي فيه الروز ديال بسماتي لانه يعني كيكون رقيق. اكيد الروز ديال بسماتي متواجد في العالم كامل حاليا، عندي اللفت، عندي القرعه، عندي السمن، عندي الخيوط. اكيد غير الحادقات اللي غيعرفوني اللي غيعرفوني علاش غنحتاج الخيوط. صافي عندي الروز غنشدو هذيك الزلافه تقريبا عندي، راه الزلافه عامه لكم قصريه كبيره يعني اولا قصريه متوسطه. هنا الروز شديتو ورقدتو في الماء كيف ما شفتو، ضروري انكم ترقدوه هكذاك واحد نص ساعه ما بين ما يعني ما تنصبوا سمتو المريقه ديالتكم. صافي وهنا كيف ما شفتو عندي اللحم، عندي اللحم مخلط، انا خلطت بين اللحم والدجاج، يمكن لكم ديروا اي لحم نتوما بغيتو. هاد المريقه هادي ما غاديش تكون بحال المرقه العاديه اللي كنسقيو بها الكسكسو العادي، لا هاد المرقه هادي خاصها ضروري تكون خاطره بزاف بزاف، يعني داكشي مرقه وداكشي ديال سميتو الماء ما كاينلاش. هنا عندي زيت الزيتون كيف ما شفتوا، اكيد الكسكسو كيبيع زيت الزيتون تكون كثيره. عندي اللحم كيف ما شفتوا، كل واحد يدير اللحم على قدر المستطاع ديالو. عندي هنا الربطه ديال القزبور نص شديته و يعني غنخليه حتى الاخر، والنص قسمته نحتو على جوج فوق الكاسرون كيف ما شفتوا، ولا فوق الكاميله ولا البرمه. هنا عندي معلقه كبيره ديال البزار، معلقه ديال الخرقوم البلدي، معلقه ديال السكنجبير و شويه ديال الملحه. صافي وكنشحروا كل شيء مع بعضياته، وكان هنا نزيد عليهم تقريبا المقدار ديال ربعات المطيشات مقطعين. المطيشه كنشدها كنقيها يعني كنغسلها مزيان بالخل وبالماء وكنشدهم كنقطعهم غير هكذاك مرصيات، راه غادي يذوبوا بهذه الطريقه اللي غادي نقول لكم، ما غاديش يبقاو واقفين غادي يولوا خاطرين. صافي وكنغطيو عليهم كنخليهم تقريبا واحد هكذا كيتشحروا شويه، ودرت فيه واحد شويه ديال البصله. يمكن لكم تكثروا البصله، ولكن بما ان راجلي عنده القولون العصبي فاصحاب القولون العصبي ما كنصحكمش بزاف البصله، ديما البصله قلوا منها دير واحد شويه، اما الا كانت البصله كثيره راه غادي يكون احسن. ودوك الكاسرونات راه كنت شاركتهم معكم في الحساب ديالي على التيك توك بالنسبه للناس اللي في امريكا. صافي الخيط ديالنا غنحتاجو باش نربطو به الربطه ديال القزبور، انا كيعجبني بزاف ناكل القزبور بحال هكذاك في الكسكسو. هنا عندي الروز بعد ما داز تقريبا شي نص ساعه غنصفيه من داك الماء ديالو. هذا السمن الحار قديته معاكم شحال مره، المهم راه كاين في القناه، حار ديال بصح ريحه ديالته ما شاء الله. دابا هذا عندي عام هو عندي، وقد ما كيطول قد ما كيولي حار وحار وحار، اكيد ملي كيوصل العام راه كيولي محايل ديال بصح وواعر بزاف بزاف. المهم راه كاين في القناه. ضروري انكم تخلوا مطيشه حتى تولي بحال هكذا، شتو كدوب كتلاق الماء ديالها بلا ما تمرقوا، مقصود على خاطرها مقصود العافيه على الحد. انا دابا غنبدا ندير الخضره، انا هنا عندي الخضره دغيا كطيب ما كتاخذش الوقت، ولكن نتوما الا كان عندكم خضره مثلا الخيزو في المغرب، الخيزو اللفت كتسبكوه من الاولين ومن بعد على ستا كديروا القرعه او الخضره اللي نتوما، ولكن ديما في المغرب الخضره ديال المغرب شويه كتكون قاصحه، ديالت هنايا عندنا رطبه.
صافي على بركة الله. هنا غنديروا الفيتات ديالنا. والسر كيف ما قلت لكم هو ان المريقه خاصها تبقى خاطره. فقد ما بقات المريقه خاطره قد ما كانت مزيان، ماشي بحال الكسكسو العادي، ماشي بحال داك اللي كنسقيو بها الكسكسو. انا هذا الخيزو نص كنخليه هكذا، يعني نص كنحيد ليه القلب ديالو ونص كنخليه هكذا، حيتاش عندنا الخيزو طري بزاف دغيا كيطيب ما كيطولش. اكيد انا من الناس اللي كيعجبني ناكل خيزو خضر وحتى اللفت. شكون بحالي من زمان. نجيبوا العروسه ديالتنا الضو على الطنجره ديالتنا هكا، الروز ديالنا اللي غنسقيو بالمريقه الكسكسو غيجي فيه نفس المذاق ديال الكسكسو. غنوريكم اللي عنده زيت العود يستعملوا، اللي ما عنده زيت العود صايبوا السمن، خصوصا الناس الغرباء اللي بحالي ديروا السمن بحال هكذا. نخلوه شويه حتى يذوب، قياس واحد مهم قياس معلقه كبيره باش الروز ديالنا يجي مفرك ويجي المذاق ديال الكسكسو. ضروري يا اما السمن يا اما زيت العود. فالناس اللي ما عندهم السمن كيف ما قلت لكم راه كاين في القناه، دخلوا شوفوا الفيديو. اليوم نوريكم الحقيقه ديال هذه القصريه. قصريه مهرسه جبتها جديده معايا تقريبا شي عامين ونص ديال المغرب، وتهرست ليا في الطريق وما لحقتهاش حيتاش مازال ما لقيتش الفرصه باش نمشي لذاك المحل العربي ونشري منه وحده اخرى. البلاصه باش كيبيعوهم بعيده شويه مني، داكشي علاش ماشي دائما كنقدر نمشي ليها. وملي كنمشي كننساها، شحال مره كنمشي كنجيب شحال من حاجه ولكن كننساها. صافي هنا السمين عندنا دابت، غنلفو عليها الروز ديالنا اللي صفيناه من الماء. انا هالمهبط لكن من الاحسن لما يكون مصفي. وغنديرو سد الملحه، دائما من الافضل تستعملوا الملح ديال الهيمالايا ولا الملح سميتو بينك سولت بالانجليزيه. ضروري انا يتشرب ديك السمينه باش ما يتعجنش ليكم، وفي نفس الوقت كيجي فيه المذاق واخا تقوي معاه شويه الماء ماشي مشكل، ولكن نتوما ضروري انكم تحاولوا تصفيهم مزيان من الماء، ما تبقاش فيه نقطه الماء. علاش كنحاول باش نقص الوزن ديما كنحط حدايا قرعه ديال الماء، كندير فيها الماء وكندير فيها شويه الخيار ولا الفكوس قطعين وكنعصر فيها حامضه كنبقى نشرب منها. كيعاونكم على تنقيه الامعاء وكيعاونكم كذلك في الناس اللي عندهم معسر في الهضم، جدا رائع. هادي ما خلو حداكم قرعه بحال هذا وشربوا منها. بسم الله. غنزو عليه الماء حتى يتغطى. صافي شتو يعني غير واحد سنتيم اللي يكون فوق من الروز ديال الماء، حيتاش الروز ديال البسماتي دغيا كيطيب. صافي كنسدو عليه. بزاف ناس سولوني على قبل هاد الفاونتين بالانجليزيه اللي هي النافوره، هادي كيبيعوهم عند بزاف الناس دوك اللي مختصين بالبنين. هنا كنعمروها بالماء كيف ما شتو، ومن بعد ما كتعمر بالماء. المهم هذا الماء شويه مصفر اللون ديالو حيت عندنا مشكل في الحاسي ولكن ماشي مشكل. صافي وعندنا هذا البومب، هذا اللي لصق هنايا سميتو البومب الانجليزيه كنلصقو فيه سكول بريز. صافي ملصق الماء هنا اللور ديال الحيط. شفتوا الماء، حط هاد التيوب بحال هكا. Huh? Are you vlogging? I just did. It takes time. Yeah. رين تشوفوا الروز ديالكم تشوف لكم من الماء، كنقصوا ليه العافيه على حده باش يطيب مزيان بلا ما يتعجن معانا، وتخلوه تقريبا 15 دقيقة يطيب على البخار. شفتو
شوفوا الرز انه تشوق لكم بحال هكذا صافي انه راه طاب. وصافي هنا المريقه ديالتنا من بعد ما وجدت كيف ما قلت لكم خاص ضروري تخليوها انها تكون مريقه خاطره، ماشي بحال المرقه اللي غنسقيو بها الكسكسو العادي، لان الروز ما كيبغيش داك الشيء اللي يكون ميه. صافي كنحطو كيف ما شفتوا في القصريه ديالتنا على هذا الشكل مع راجلي عزيز عليه الكسكسو عفوا، ولكن ما عنده مسكين القارو العصبي ما كيقدرش ياكل شي حاجه اللي فيها الطحين العادي، وحتى عنده الحساسيه من الغلوتين، فصايبت لي هاد الطريقه هذه اول البارح، والله العظيم الا شكرني عليها بزاف، وقال لي كنشكرك لانك صراحه محيدت لي ديك النشوه ديال الكسكسو، وكنت شاركت شحال هذا معكم حتى في الصفحات ديولي بالكينوا، فيمكن لكم تستخدموا الكينوا ولا يمكن لكم ديروا الروز. فإلا عجبتكم اكيد خلوا لي واحد تعليق زوين، وشاركوا الفيديو مع الناس اللي عندهم حساسيه من الغلوتين والناس اللي كيوجعهم الكسكسو في مصران، راه يمكن لكم تعوضوا بالروز، ودائما كاين البديل. احبكم في الله، السلام عليكم.